يه. مرات تكون راكب الحصان وإرضاء لك أو بالأحرى الحل المثالي عندك أحسن حل للوضع اللي أنت فيه، ما تسوي على طول، ما تستعجل على فعل. طبعا ما تكلم عن ردة الفعل لابد منها، حصان خايف من شيء وراه، سيارة، خير إلى آخره، أو خايف من شيء يمينه، شاحنة، كرتون، كيس إلى آخره، فيحاول ينحاش عكسه. مواكبتك الصحيحة لا شعوري مثل يواجه، هذا منتهي منها، لا شعور لابد تسويه. والعكس لو كان مصر يطالع يروغ عنه، مواكبتك الصحيحة بتخليه يطالع عكس يمشي أجنب باتجاهه، هذه منتهي منها. ذاك الشيء اللي خايف منه وراه ومصر ينطلق عكسه، مواكبتك لا بتخليه يوقف يطالع الشيء يواجهه. إصراره على أن يطالعه بتخلي مواكبتك الصحيحة لا تخليه يمشي قدام وما يطالع إلى آخره. هذا ما أتكلم عنه، لا شعور اللي لابد تسويه ما أتكلم عنه. أتكلم عن حصان موزون وما اختلف معك اختلاف حقيقي، بس نفسيا خايف. يعني جسميا ما حاول مرة ينحاش عكس الشيء، فما بالغت في جهلك يطالع الشيء، سواء شيء وراء أو يمينه أو يساره أو حتى قدامه إلى آخره، ولكن نفسيا خايف مرة، ففي لخبطة، فحط محله، ارتبك محله، لم نفس محله. التصرف المثالي إذا تبغى تختصر الموضوع ده له ولك، بتوقف حصان تخيل طالع الشيء اللي خايف منه، أنت مرتبك من شيء وراك سيارة خيل إلى آخره، وقف طالع الخيل، اطمأنيت خلاص، ارجع مش جنبها أو وراها أو قدامك، خلاص اطمأنيت صح. هذاك الشيء اللي يمينه ويسار، وقف طالع ليش شمه وانتهينا. مرات لان الحصان موزون وتمون عليه وضامن التحكم فيه، ما تستعجل في فعل الحل المثالي ذا او حتى ما تسويه. هذا بحدث انجاز، انك لو كنت اصلا عندك خطا وغير قادر على التحكم بالحصان في الوضع هذا، كان على طول استعملت اخر حل او الحل المثالي اللي عندك بدون ما تفكر، لان بتكسر او بيحوسك الحصان لو ما استعملته. شبهها بموضوع المصارعه او الملاكمه، تخيل انك تصارع او تتلاكم مع ملاكم او مصارع محترف، جنبك سلاح تستعمل على طول ما تفكر، لو ما استعملته كسرت. تخيل انك تتصارع او تتلاكم نفس القانون مع شخص زيك زيه عادي، مو مصارع او ملاكم محترف، مستواكم مستوى متقاربين، من كم اضطرت تستعمل السلاح او تستعجل فيه استعماله؟ اذا من قمه الدليل على ان ركوبك متقدم والحصان معك موزون هو انك في وضع غير مثالي، لا تستعجل في استعمال سلاحك المثالي. طرق الركوب الاخرى في الوضع غير المثالي على طول يستعمل سلاحه المثالي، واصلا غير مثالي لن ينجح في التحكم فيه اصلا. الخطا اصلا ما عنده سلاح مثالي، كل سلاح تزي وجهه او خاطئه. اذا قمه التحكم او قمه الصح كطريقه وكان حصان موزون هو اني في وضع في دربكه او لخبطه، ومع ذلك ما احتجت اني اسوي احسن حل ممكن، لان الحصان موزون بس يمون، فانا واجنه بس امون، متلكع فتلكعت، ماخذ راحته في عدم فعل اشياء جديه، فاخذت راحتي في عدم فعل اشياء جديه. اذا عدم جديتي وهزليتي وضحكي ومزحي في موقف او موضع يتطلب الجديه عيب او خطا ان ادى الى كارثه، لكن ان لم يؤدي الى كارثه وبالنهايه اديت العمل المطلوب مني، اذا هذا قمه الميزه، اني في قمه الجديه قلبت الموضوع قمه الهزل، وما ذاك انجزت المطلوب او فعلت ما اريده. فالطمانينه في وضع عادة غيرك ما يكون مطمئن فيه دالة على نقطتين، طريقة الركوب صحيحة ودقتك فيها زينة، وأن الحصان نفسه اللي تحتك مدرب زين.